شوفنا البيدك تعرفت على تاجر لمواد من مادة الماربون. وصلتني 10 كيلوات من مادة الماربون. تولدك 1998. سكنك بغداد. عملك كاسب. تهمتك تجارة المخدرات مادة الماربون. شلون بديت بتعاطي وتجارة المواد المخدرة؟ قبل 9 أشهر تعرفت على صديقي، بدينا نتعاطاها أنا وياه. المدة 3 أشهر تقريبا ظليت أتعاطاها، وراها تعرفت على تاجر يسكن في إحدى دول الجوار، إنه اتفقنا إنه أنا وياه إنه يدز لي مواد من مادة الماريجوانا. شلون تم عملية نقل المواد المخدرة من خارج العراق إلى الداخل؟ تمت إنه قال لي يخفي الكياها عن طريق أثاث، اللي هو بالتخم يخفي الياها بداخل التخم. تواصل عن طريق شركة نقليات إلى بغداد، واستلمها من بغداد وديها إلى البيت. إيش كم مرة استلمت من عنده؟ مرتين استلمت عدة عن طريق شركة النقليات، ومرة استلمتها باليد. بعد ما أقوم بإخراج مواد مخدرة من تخم القنفات، شلون تبدي تصرفهم؟ أصرفها على أصدقائي، ومن ضمنهم المتهم الموقوف وياي في نفس القضية. قبل فترة أخذت من عنده مواد الماريجوانا، وبعدين أخذت من عنده كيلوين. أخذت كيلوين، صرفت من عندها نص كيلو، بقت كيلو ونص ضميتها بالبيت جوا الشرباية. شنو آخر عملية قمت بيها؟ أخي عملية أنه وصلتني 10 كيلوات من مادة الماريجوانا، استلمتها سلمت من عندها كيلوين للمتهم الموقوف وياي. من نزلك إياها؟ تاجر يسكن في إحدى دول الجوار. شلون تم القبض عليك؟ أنه أحد الأصدقاء اتفق وياي أنه يريد 150 غرام من مادة الماريجوانا، فأنه أنا رحت له في إحدى مناطق بغداد. أثناء التسليم ألقوا القبض عليه، وبدلالتي أنه دليتهم على البيت ولقوا بحوزتي 8 كيلو. القوات الأمنية داهمت بيتي وفتشوا بيتي، لقوا نظام كيلو ونص من مواد الماريجوانا جوا الشرباية. نقل القبض عليك جهاز أمن الوطني.